السلام عليكم يا شباب، رجعت لكم تاني في فيديو جديد من قناه ميديا سوفت. وان شاء الله فيديو النهارده هيكون عن ازاي اقدر ان انا اعمل انترو احترافي لفيديوهاتي على قناه اليوتيوب. بس انا قبل ما ابدا في الشرح لازم تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اجدد الفيديوهات. ويلا نخش في الشرح. اول حاجه هنحتاج على اول حاجه هقول لك الاول ازاي تثبت التطبيقات عن طريق ان انت هتنزل تحت في وصف الفيديو. عشان التلات تطبيقات اللي معانا النهارده كلهم فيهم علامات مائيه، وكمان في اللي هي في كمان اللي هي ميزات مش مفتوحه. فطبعا انا التطبيقات دي كلها منزلها مجانيه، وهسيب لك كمان الرابط بتاعها اسفل الفيديو. فحبيت طبعا قبل ما ابدا الشرح اقول لك كده عشان هتلاقيها ان شاء الله تحت في وصف الفيديو في ملف مرفوع على درايف بدون اختصار روابط وبدون اي حاجه. كل انت تعمله هتلك تحت على الرابط هيدخلك على درايف، هتعمل تنزيل وبس كده. هتلاقي التطبيق وهتثبته هتلاقيه عندك على الجهاز. عشان لو انت حملته من متجر بلاي هتلاقيه في علامه مائيه، وكمان هتلاقيه في ميزات مقفوله. فطبعا التطبيق من الاول معانا اللي اسمه انترو ميكر. فالتطبيق الاول معانا النهارده يا شباب اللي هو انترو ميكر. فازاي بقى نستخدم التطبيق ده عشان نعمل انترو احترافي؟ فطبعا التطبيق ده تطبيق جميل جدا. كل احنا هنعمله هنتك عليه بالشكل ده، هيظهر لنا اللوجو بتاعه بالشكل ده كده، هيفتح معانا. وبعد ما بيفتح معانا بيظهر لنا فيه هنا شوية اختيارات كده كتير جدا، او بنفتحه كده بالشكل ده. فطبعا انا بختار اي اختيار انا عايزه، مثلا في شاشات نهاية للفيديو في كمان، وفي حاجات ياما جدا نقدر ان احنا ننزلها. وكمان ميزة التطبيق ده اللي فيه انيميشن كتيرة جدا للفيديوهات، وعندك حاجات ياما جدا موجودة في التطبيق ده لو زي ما انتم شايفين كده. طبعا دلوقتي عندنا هنا انترو للجيمر، مخصوص للجيمر مثلا. وعندنا هنا شاشات نهاية بالشكل ده كده، لو انت عايز شاشات نهاية الفيديو بتاعك احترافية جدا. وعندنا هنا حاجات ياما جدا ممكن ان احنا نجربها. طبعا انا عايز مثلا عايز اجرب الانترو ده. فطبعا اول ما بفتح الانترو لازم الاول ان انا انزله، فهتنزله 480 او 1080. ده بيكون 1 ميجا وده بيكون 5 ميجا. فطبعا انا اختار 1080 زي ما انتم شايفين كده، وهيحمل معانا بالشكل ده اهو. بيفضل يشرح لنا كل حاجه في التطبيق اهو. مثلا نكتب نفعل كده، وطبعا ده الانترو زي ما انتم شايفين كده، انترو احترافي جدا. وطبعا ممكن نعدل على النص ده، مثلا اكتبوا هنا اسم قناتكم، او مثلا لو انتم عايزين اشتراك تكتبوا سبسكرايب. طبعا نكتب هنا ميديا سوفت بالشكل ده كده، ظهرت معانا بالخط ده كده زي ما انتم شايفين. فهنا برضو تقدر انت تختار من هنا الخط يكون عامل ازاي. عندنا ميديا سوفت هنا، وفي عندنا هنا ميديا سوفت بنفس الخط بتاع الانترو، وعندنا هنا الديزاين بتاع الخط. كلنا بنعمله بضغط كده عليه، مثلا عايز الديزاين بتاع الخط يكون كده مثلا. وطبعا اهو اعدل عليه تاني. زي ما انتم شايفين كده، واختار الديزاين تاني. في هنا كتير من الديزاين، ديزاينات كتيرة. عندنا هنا الانيميشن بتاعت التحرك مثلا، فليكن مثلا انا عايز الديزاين ده. بعدين بعمل دن وبنجرب بقى كده نشغل الفيديو من اوله. وبالشكل ده معانا كده بيطلع لها بالشكل الجميل ده اهو. كده احنا عملنا انترو احترافي. وكل اللي احنا بنعمله دلوقتي ممكن ان احنا نعدل على الخط او على الكتابه، ممكن ان احنا نحط
أغنية بيجي لك هنا أغاني بدون حقوق، أو اللي هي بدون حقوق تبع منشر، أو مثلا باجي هنا وأسمعها الأول. زي ما انتوا شايفين كده اهي، كده تكون اشتغلت معانا. وهنا بتختار الصوت، بتعلي الصوت او بتوطيه واضغط على علامة الصح وبس كده. كده يكون اتعمل معانا انترو احترافي للقناة. فكل ما بعمله بضغط هنا على علامة الصح دي، ويبدأ اللي هو يستخرج معانا، بيعمل اكسبورتنج فيديو، فبيحمل معانا بالشكل ده. وبعد ما وصل 100% ممكن ان انا اعمل له مشاركة، ممكن ان انا دلوقتي هو اتحفظ عندي في الاستوديو اهو بالشكل ده كده، تعمل انترو شكله جميل جدا. فبس كده بعد ما بخلص برجع كده واعمل يس. بس كده كده انا عملت انترو احترافي. فدلوقتي لو احنا عايزين مثلا نعمل شاشة نهاية بقى، اللي هي بنحط فيها الفيديوهات في نهاية الفيديو ان شاء الله. طبعا لو انتوا بتسألوا دلوقتي انا بعمل ايه المقدمة بتاعت الفيديو اللي انتوا شايفينها من شوية دي، بعملها ازاي؟ عاملها عن طريق برنامج كامتازيا ستوديو الجزء التاسع. طبعا لو انتوا عايزين شرح البرنامج ده، هنزل لكم شرح ليه وطريقة التثبيت والتفعيل وكل حاجة، هشرح كمان ان انت تعمل عليه ازاي انترو ان شاء الله. مثلا انا عايز دي مثلا، وهنا بقى بختار برضو 1080 بي بالشكل ده كده، هيفتح معانا اهو، يفتح معانا كده بالشكل ده. فاحنا دلوقتي عايزين بقى نظبط شويه كده فيه. فاحنا كل اللي احنا بنعمله هو الفيديو ده ناقص اغنيه فيه، فاحنا عايزين اغنيه حلوه كده تكون، اغنيه جميله كده تكون معاه. عندنا هنا اغاني، فدي لايقه الصراحه كده، هي شايفة اللي هي لايقة مع الفيديو، ولازم تفعل الخيارين دول كده. يعني ايه كده؟ دي كويسة جدا. هنحاول اللي هنسمع اكتر. فدلوقتي بقى لو احنا عايزين نكتب بقى، بنيجي هنا على تكس ونكتب هنا بقى مثلا بنكتب فوق الكورة، بنكتب مثلا او فوق الكورة بنكتب ميديا سوفت. وعندنا برضو الديزاين الخط مثلا كده، ده كويس جدا. وبعدين انيميشن بقى، ده هي بتطلع مثلا انا عايز الانيميشن دي، او ممكن الانيميشن دي كده، فانا بختار بقى الانيميشن. عندنا هنا انيميشن ياما، طبعا انا ده هي التحرك، بنختار سرعة التحرك، هي تكون سريعة هي تكون بطيئة، مثلا دي اسرع حاجة اهي بالشكل ده كده. بعدين اعمل دون نجرب كده. بس طبعا هو ده مش المكان بتاعها خالص. كل اللي احنا بنعمله يعني امشي الفيديو شوية عشان اجي اعدل تاني. طبعا انا عايز الحق، انا عايز الحق، لازم نلحق الاول قبل ما تتعرض بالشكل ده كده. وبعدين اجي هنا وانضم واخليه مثلا هنا، مثلا ادي هنا كده ميديا سوفت، ونعمل كده نجرب كده. احنا عملنا انترو جميل جدا. عايزين بقى نمدد الانترو ده، نعمل ايه؟ واحنا عايزين نمدده شويه، ده طبعا دي عيب في البرنامج اللي الانترو ده ما بيتمدش لاخر الفيديو، او ممكن ان هو بيتمد اهو. ايوه بيتمد كده بالشكل ده. يعني فليكن انت بقى تحاول، وانت بتعمل انترو بقى ان انت تمدد شويه
مديتها للاخر شويه مثلا. انا يعني هو البرنامج عندي كده مهنج، معرفش ليه. ليكن يعني مثلا انا دلوقتي اجرب اهو زي ما انتم شايفين كده، ممكن احط ستيكر مظبوط الدنيا. وطبعا ده كده شرح التطبيق الاول. والتطبيق التاني معانا يا شباب اللي هو بيكسل فلو. التطبيق ده برضو تطبيق جميل جدا برضو، كلها اللي جميلها لها بلاي، وتطبيق بالواجهة البسيطة دي جدا. فهنا بيجيب لك، لازم يجيب لك هنا خطأ. انت كنت بتعمله، بنيجي هنا على الرو وبتختار بقى اي انيميشن او اي تحرك انت عايزه. مثلا انا عايز مثلا، فليكن انا عايز دي اهي بالشكل ده. فانت كل اللي بتعمله بتك كده، هو بيعرض لك الطريقة اللي بيجيب لك بيها القناة. فمثلا انا خلاص اخترت دي مثلا عشان دي لقيتها كويسة. انت حسب ذوقك بقى انت، فانت من هنا وانا بيشرح لك كل حاجة في التطبيق، وهنا بيقول لك ان انت تقدر ان انت تستخرج الفيديو من هنا. فكل اللي انت بتعمله هنا، تيجي هنا وتكتب اسم القناة، وتحت تيجي تكتب هنا سبسكرايب. وتختار بقى فليكن مثلا هنا بقى، هنا مثلا بتكبر او بتصغر. مثلا انا كده عايز مثلا هنا كده، وهنا بتنزل، وهنا بتنزل، بتجيبه يمين او شمال، وهنا بتنزله يا تحت يا فوق. اهو. وعندنا لما تيجي على الباك جراوند هنا، هتلاقي هنا فيه معاك، هنا هتلاقي فيه هنا عندك خلفيات ياما جدا. يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده خلفيات متحركة. بالشكل ده كده عندك عندك خلفيات متحركة جميلة جدا. فليكن مثلا انا عايز اختار خلفية تكون مناسبة للفيديو بتاعي او للمحتوى القناة اللي انا عامله. هدينا مثلا الخلفية دي، الخلفية دي كويسة جدا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. كمان تقدروا تغيروا اللون بتاع الخلفية، مثلا بدل ما حروف الاكس دي تكون كده، ممكن تخلوها لون احمر ازرق. ممكن تعينوا مثلا، انا عايز اخليه مثلا باللون الاحمر عندنا كده. واللون التاني ده مثلا نقول انا عايز اخليه مثلا، عايز اخليه مثلا اصفر، او مثلا اللون ده كويس. فبالشكل ده كده احنا كده غيرنا. فنيجي نعمل بلاي من هنا، وتمام زي ما انتم شايفين كده غير لي شكل الباك جراوند بطريقة احترافية جدا. وهنا ممكن ان احنا نحط صورة، نحط فيديو. بس ده البرنامج ده فيه عيب بس، ان انت ما تقدرش تحط اغنية. فالاغنية طبعا انت بتجيب اغنية من عندك وتنزل برنامج كين ماستر، هسيب لك برضو رابط بتاع اصل الفيديو. وانت بقى كل اللي انت بتعمله بتضيف الاغنية، وطبعا في شرح الكين ماستر هتلاقيه على القناة برضو. فكل انت بتعمله برضو بتضيف الاغنية هنا على الفيديو ده او الانترو ده وبس كده. بس لازم تكون الاغنية تكون مزيكا، تكون اغنية يا مزيكا او اغنية ما عليهاش حقوق، عشان لو عليها حقوق فتعمل لك مشاكل في القناة، هيجيب لك حقوق الطبع والنشر. ممكن من هنا كده بنيجي هنا مثلا لو احنا عايزين نغير ميديا سوفت مثلا، نخليها مثلا باللون الاحمر. وعندنا سبسكرايب تكون مثلا باللون مثلا البامبي ده بس كده. كده احنا ظبطنا، ونعمل بلاي بقى عشان نشوف من الاول كده بتعمل ازاي.
او بطريقة احترافية جدا. كل اللي بتعمله بقى بتعمل دي اكسبورت كده زي ما انتم شايفين، فبتختار الجودة. انا مثلا اختار اول جودة دي، فبيبدأ يحمل معانا. فطبعا بعد ما بيحمل بقى بناخده ونحطه، نحط عليه اغنية، عشان البرنامج ده عيبه ان هو مبيحطش اغنية. والتطبيق التالت معانا يا شباب اللي هو تكست انيميشن ميكر. التطبيق ده طبعا برضو هو تطبيق عامل زي التانيين، بس طبعا افضل تطبيق كان التطبيق الاول. فطبعا التطبيق ده كل اللي بتعمله من هنا بتيجي على كلمة ستارت بعد ما يحمل، وبتيجي هنا بقى كل اللي انت بتعمله هنا بتكتب اسم القناة وخلاص بس كده. وبعدين هو بيجيب لك بقى القالب ده ميديا سوفت. وبس كده كده بقى انت بتكمل بقى هنا، وبقى بيجيب لك هنا حاجات كتيرة جدا واشكال كتيرة جدا ممكن انت تحطها عندك على القناة. يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده ده، وفي عندنا دي برضو كويسة عن طريق اللي بتوضعت هنا بتبدأ تحمل معانا. وعندنا دي كمان، دي برضو دي كويسة برضو. عندنا هنا اشكال كتيرة جدا ممكن ان احنا نغير فيها. بتبدأ تحمل معانا بالشكل ده. فالتطبيق ده عايز نت سريع شوية عشان يقدر اللي هو يحمل معانا. وعندنا الشكل ده برضو جميل جدا. وعندنا هنا ان انت تختار الالوان الباك جراوند، تختار الوانها من هنا. ومن هنا بتقدر تختار الجودة اللي انت بتعمل بيها حفظ للفيديو. مثلا انا عايز اختار الباك جراوند تكون باللون ده مثلا، وتكون بالخط ده بس كده. هو ده كان التطبيق التالت معانا. طبعا كل بعد ما نخلص فيها بنختار سيف از فيديو او سيف از جي اي اف. بعد ما نختار الجودة طبعا، فبتختار الجودة 512 بي، وبعدين بتيجي هنا وتعمل سيف از فيديو، يبدأ اللي هو يحمل معاك بالشكل ده كده. وبس كده. اتمنى لو الفيديو عجبك تنزل تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اجدد الفيديوهات. وسلام.